أخبارنا الثقافية بنبداها مع برنامج زكي نصيف للموسيقى. أمسية رح تجمع أمال طنب مع نادين نصار بالإضافة لكورال الفيحاء بقيادة باركاف تسلاكيون. الموعد نهار السبت 18 نيسان الساعة 8 المساء بحرم الجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت. بمبادرة بتأكد أنه الفيحاء هي مدينة بتحب الحياة والفنون والثقافة، رح يتم تنظيم مهرجان طرابلس تحت شعار غير واقعك ارقد للشمال، بيبدأ بكرة بتسعة الشهر وبيستمر لغاية 12 نيسان بمعرض رشيد الكرامي الدولي، وبيتخللوا محطات ثقافية وترفيهية للكبار والصغار بالإضافة لمحطات فنية مع جوزيف عطية نهار السبت 11 نيسان، وختام المهرجان رح بيكون مع الفنان زياد برجي. بنسمع من جوزيف عطية. نتابع اخبارنا. وبمبادره بتهدف لدعم الصليب الاحمر اللبناني فرع فرن الشباك، رح يتم عرض فيلم فاست اند فيوريوس 7، الفيلم اللي بلش عرضه بصالتنا اللبنانيه الاسبوع الماضي، ولكل اللي بحبوا يشجعوا ريع هالنشاط رح بيعود لدعم الصليب الاحمر اللبناني. الفيلم رح ينعرض الليله 7:30 المساء بالسيتي سنتر. Shaw lives in a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. بعد بيروت وطرابلس سيركو انترناشونال وبتنظيم من سيرك دي ليبان بينتقل الى صيدا. العروض بديت امبارح بالثلاثة والافتتاح كان الساعة 6 بعد الظهر. العروض رح بتكون بخيمة السيرك قرب الملعب البلدي بصيدا. منتابع مع اخبارنا ونرجع ننتقل كمان مره للاخبار الموسيقيه. الفنان شرب الروحانة وفرقته الموسيقيه بامسيه فنيه جديده ومنوعه بين القديم والجديد الخميس 23 الشهر الساعه 8:30 المساء بقاعه المؤتمرات بدبي. وبنسمع عن شرب الروحانة. بخبر اخير، تحيه لشحروره صباح بجامعه البلمند من خلال امسيه كبيره مع الاوركسترا الوطنيه للموسيقى الشرق عربيه بقياده المايسترو اندري الحاج وجوقه البلمند للغناء الشرقي بقياده جينا متا رزوق. وبتضم البرنامج الى جانب اغنيات من ارشيف الصبوحه فيلم وثائقي عن الشحروره. الموعد الخميس 16 نيسان بحرم جامعه البلمند بالكوره. وبنسمع من الصبوحه. خلي الشحرورة الصبوحة تغني ويهب البارود، جيب المجود يا عمود رقص للعيون السود، جيب المجود يا عمود رقص للعيون السود، خلي الشحرورة الصبوحة تغني ويهب البارود، جيب
هيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا الثقافية والفنية. رح نرجع ننتقل عند بيارات وأحوال التراب. قبل ما ناخذ اتصالنا مع غرفة التحكم المروري جولة سريعة رح نقوم فيها، عم نشوف على جسر سليم سام حاليا في توقف للسيارات على المسك متجه نحو بيروت. اوتوستراد الزلقة عم بيشهد على ازدحام للسيارات ولكن بعد ما في توقف عم يتسجل. صيدا حركة سير ناشطة لليوم، ومن صيدا بننتقل إلى مثلث خلدي كمان على بعض المحاور عم نشوف في توقف للسيارات. من مثلث خلدي رح ننتقل إلى اتصال مباشر مع غرفة التحكم المروري، ومعنا على الهاتف المؤهل أول جهاد أبو زكي لنأخذ منه كافة التفاصيل عن حركة السير لصباح يوم الأربعاء. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. على يعافيك، تفضل. بدي أقول أنه اليوم السير نسبيا أفضل من غير أيام بسبب العطل المستمرة للمدارس والجامعات. المدخل الشمالي عم يشهد حركة ناشطة دون توقف للسير على امتداده من جولي وصولا لبيروت وبالعكس. ايضا بوليفار سن الفيل حركه ناشطه باتجاه صالومي الحايك، والحايك باتجاه سن الفيل جسر الواطي. مدخل الجنوبي حركه كثيفه مع بعض التوقف الخفيف باتجاه بيروت وباتجاه الاذاعي الجناح. ضمن بيروت جسر الكولا باتجاه نفق سليم اسلام عم يشهد بعض الازدحام الخفيف. كورنيش المزرعه ناشط. ايضا المتحف باتجاه السوديكو الناصرة وصولا لجسر فؤاد شهاب عم بيشهد حركة كثيفة بهيدا الأثناء. هذا كل شيء بالنسبة للحركة حركة السير الصباحية. نعم. ضمن العاصمة بيروت وضواحيها. نعم. وبالنسبة لحوادث السير، إحصاءات حوادث السير الخاصة بمركز التحكم المروري لفترة 24 ساعة المنصرمة مجموعة 6 حوادث نتج عنهم قتيل و7 جرحى. نعم. بيروت حادث نتج عنه جريح. جبل لبنان 4 حوادث نتج عنهم قتيل و5 جرحى. شمال حادث نتج عنه جريح. نعم. الأسباب بتعود للسرعة الزايدة، تلهي أثناء القيادة. نعم، يعني هن دايما نفس الأسباب للأسف، وأكيد السائقين ما عم بيلتزموا بكل التعليمات اللي أنتوا عم تعطون إياها. بدي أتوجه كمان للسائقي الدراجات بشكل خاص، الدراجات النارية. نعم. وضع الخوذ الواقي أثناء القيادة والقيادة أيضا بسلام. بدي أقول لهم إنه الطريق مش ملعب. نعم، بس سؤال أخير، كان في حديث عن تأجيل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ، قديش هيدا المعلومات صحيحة؟ بدي مشان ما أعطيكم أي معلومات مش واثق منها دقيقة. فيكم تراجعوا شعبة العلاقات العامة. نعم. هي عم بتتابع هيدا الموضوع بتفاصيله وبتفيدكم أكثر منها. نعم، شكرا لك المؤهل أول جهاد أبو زكي، بنتمنى لك نهار حلو، وأكيد تحية لك ولكل العناصر بغرفة التحكم المروري. بريك تاني ومن بعده تقرير منوع من أخبار الصباح بتبلش تلكن معنا.